ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة يوم الثلاث النهاردة يعني الأب المتهم بتعريض حياة ابنته للخطر بعد تعذيبها ومحاولة إلقائها من شرفة المنزل في منطقة فيصل، وتدخل الأهالي لإنقاذها من موت محقق. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيديو اللي بيوثق محاولة الأب رمي بنته من البلكونة، فيما أمسك بها عدد من الجيران وتمكنوا من سحبها داخل الشرفة قبل سقوطها بالشارع. كان الأب وفق مقطع فيديو مدته 55 ثانية يعتدي على ابنته بالضرب في راسها وظهرها، وضبطت الأجهزة الأمنية الأب بعد حالة غضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي وتباشر الجهات المختصة التحقيق. تداول مصادمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق محاولة إنقاذ سيدة قبل سقوطها من بلكونة عقار، ولكن بعد كده اكتشف إنها يعني مش سيدة كبيرة، دي فتاة عندها 12 سنة. وأظهر مقطع الفيديو المتداول شخصا يقف بالبلكونة بتاعت العمارة فيما تمسك السيدة يعني بأحبال الغسيل قبل أن يتدخل أشخاص آخرون لإنقاذها، وتمكن شخصين من إنقاذ هذه الفتاة يعني وإدخالها للبلكونة. بينما لما دخلت البلكونة قام الرجل الواقف في البلكونة بضربها وعنفها وقام بإطلاق السباب والشتائم ليها. لكن الغريب بعد كده هوت لما تم إلقاء القبض على الأب، ولكن الفتاة اللي هي تدعى مي عبد التواب عندها 12 سنة زي ما أنا قلت في المرحلة الابتدائية، قالت أمام جهات التحقيقات إنها بسبب إنها ما قامتش بأعمال المنزلية جرت على البلكونة عشان خاطر ترمي نفسها، إنها كانت خايفة إن والدها يضربها لأنها ما قامتش بالأعمال المنزلية وساعدت والدتها فيها. لكن الجيران اتدخلوا وكمان قالت ان والدها كمان انقذها من الموت المحقق مع الجيران.